ابتداء من يوم الجمعة بكرة إن شاء الله جمعة وسبت وحد هيبقوا الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لكل المصريين العاملين في الخارج. طبعا فارق الأيام هو في 139 مقر انتخابي موجودين في كل أنحاء العالم، يعني في 124 دولة، لكن الدولة الأولى اللي بيتم فيها التصويت هي نيوزيلندا. طبعا بسبب فارق التوقيت دلوقتي في نيوزيلندا الساعة 10 وكام؟ 10 وثلث صباحا صباح يوم الجمعة، وشفنا أول مواطن بيقوم بالإدلاء بصوته، هنوري حضراتكم الصور الخاصة بيه، أول تصويت انتخابي في الانتخابات الرئاسية في الخارج. ممكن تعرف على حضرتك؟ أنا اسمي محمد الأنصاري، طبيب أسنان أطفال، مقيم في ولينغتون نيوزيلندا. دكتور محمد، دلوقتي حضرتك أول مصري في العالم بيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، نقدر نعرف شعور حضرتك إيه؟ فرحان جدا، يعني أنا ما كنتش متوقع إن أكون أول مصري في العالم، بس طبعا ده شيء شرف، وأنا سعيد جدا إن أنا جيت بدري 10 دقايق عشان أبقى أول واحد في العالم. بس لسه اللجنة إن شاء الله هتبدأ الساعة 9 يعني. تمام، إن شاء الله أول ما تبدأ اللجنة حضرتك هتتم التصويت إن شاء الله. طب حضرتك تقدر توجه كلمة كده للمواطنين في مصر؟ أو في الداخل وفي الخارج. أنا بقول للمصريين روحوا انتخبوا، الموضوع ما بياخدش أكتر من 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، ودي أمانة ومصر محتاجاكم ولازم تدوا بصوتكم. ده أول زي ما قلت لحضراتكم أول شوت أو أول لقطة تخص بداية التصويت في الخارج بالنسبة لكل المصريين المقيمين في 124 دولة في جميع أنحاء العالم. أول مواطن مصري على مستوى العالم بيدلي بصوته في نيوزيلندا، وزي ما بقول لحضراتكم بسبب طبعا فارق التوقيت إنه خلاص يوم الجمعة أو الأيام الثلاثة للانتخابات بدأوا بالفعل في نيوزيلندا.